كيف تقرأ بداية تصريحات السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني في هذه التصريحات بأن أمن المنطقة أو ما يزعزع أمن المنطقة هو الكيان الصهيوني والتدخل الأجنبي وليست إيران هي من تهدد أمن المنطقة؟ أعتقد بأن التصريحات بحد ذاتها هي تنطلق من رؤية سياسية بالنسبة للمشروع الإيراني وبوجه التحديد مشروع الحرس الثوري الإيراني، فهو يدافع عن مشروع إيران عبر تحركاته في المنطقة العربية من خلال الكويت. هذا الاجتماع الذي أجراه في الكويت والاتصالات التي سبقتها لوزير الخارجية الإيراني أيضا عبد الهيان الذي أجراها قبل قرابة الأسبوعين تقريبا، كلها تندرج ضمن إطار محاولات طهران المستمرة من أجل دعم حلفائها في المنطقة في الشرق الأوسط، وكذلك أيضا إيجاد حلفاء جدد. يعني ما زالت إيران تبحث عن حلفاء من أجل زعزعة يعني أمن المنطقة بشكل كبير، لذلك هي تلجأ بين الفينة الأخرى إلى اتهامات باطلة لا قيمة لها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تحركات الحرس الإيراني والتحرشات التي تجريها مع السفن سواء كانت الولايات المتحدة أو حتى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كذلك أيضا بعض المضائق. يعني نحن نتحدث اليوم عن مضيق هرمز أو ما يطلق عليه باب السلامة بالأصل، كذلك أيضا الطرف الآخر وهو بحر العرب، أيضا هنالك فروقات مستمرة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، كذلك وصولا إلى مضيق باب المندب في اليمن بالقرب من الحديدة هنالك حملات تهريب للسلاح بشكل مستمر وكبير، وهنالك ضبط الكثير من شحنات الأسلحة أعلن عنها الأسطول الخامس نتيجة للدوريات البحرية المشتركة التي تجريها في منطقة الشرق الأوسط. طيب. أعلن ضبط العديد من شحنات الأسلحة التي كانت تنوي طهران تهريبها إما للحوثيين. لكن سيد نعيم إذا سمحت